تخيلوا احيانا الساعه 3 بالليل بقوم بعمل هي الوصفه، وبتصير حتى بالافطار وحتى على الغداء بتصير وصفه والدتي لوالدتي الله يرحمها. يلا خلينا نبلش الحضاره كبدايه. عندنا 6 سنون ثوم راح نعمل عليهم مذاق مع رشه ملح التثبيت ونهرسهم، ما يقارب نصف ملعقه بيطلعوا معنا، وعلى جنب راح ننزل نصف كاسه زيت زيتون داخل الصاج، وراح نزيل الاطراف الغير صالحه للاكل من الفليفله بكل شقيها الحمراء والخضراء، تمام، وراح ننزلهم فوق زيت الزيتون ونشوحهم حتى ياخذوا لون ويطرحوا كافه السوائل اللي فيهم، تمام، وبمجرد ما اخذوا لون راح نقلبهم للطرف الاخر اللي شايفينه، طبعا راح نقلبهم كذا مره حتى يذبلوا، وراح نتركهم على جنب ونبدا. في عنا 4 حبات طماطم بندوره، راح نزيل الترس العلوي ونبدا نقسمهم نقطعهم لترانشات، ما يكون شايفين لازم يكونوا فيهم شيء من السماكه حتى ما ينهرسوا معنا اثناء الطهي بزيت الزيتون. وطبعا هي الوصفه تعتبر من اكثر الوصفات المتداوله بالوطن العربي، وطبعا لها عده مسميات حابين نحضرها كوصفه نباتيه صحيه بزيت الزيتون والثوم والفليفله والبندوره. ومثل ما لكم شايفين بعد ما اخذوا لون راح نرفعهم على طبق على جنب حتى نتحكم بقل الطماطم البندوره. راح ننزل الان الثوم المهروس ما يقارب النصف ملعقه اللي هرسناها معكم بالمذاق، راح ننزل داخل زيت الزيتون، وراح نترك الثوم حتى ياخذ لون ما الى اللون الذهبي، وننزل عليه بشكل مباشر نصف ملعقه كزبره يابسه مطحونه وربع ملعقه فليفله حمراء حتى ناخذ لون للوصفه، تمام، ونبدا نحمص الثوم الكزبره والفليفله مع بعضهم البعض. وبشكل مباشر راح ننزل ترانشات الطماطم البندوره على هذا النحو والشكل اللي شايفينه حضرتكم. طبعا النار بهي المرحله لازم تكون متوسطه حتى ما يحترق معنا الثوم تحترق معنا الكزبرة. مجرد ما طرحت الطماطم والبندورة سوائلها رح نقلبها على الطرف الآخر حتى نجففها بشكل كامل على النار. وطبعا الفليفل الفرش اللي حمسناه بداية الوصفة هي متوسطة الحدودية كونه بتتفاعل مع زيت الزيتون وبتتضاعف حدوديتها بحال بتحبوا الحد كتير بتجيبوها حد كتير، تمام، أو بحال بتحبوها يعني حلوة ما بتحبوا الحد اختاروها تكون حلوة، لأن زيت الزيتون بيلعب دور بحدوديتها اثناء الحمس. وهيك بعد ما تسبكت الطماطم وشربت التبله من كلا اطرافها راح ننزل الفليفل اللي حمسناه في بدايه الوصفه، تمام، على اطراف الطماطم البندوره، وراح نرش عليها رشه ملح بسيطه ما يقارب النصف ملعقه، وراح نكمرها ونغطيها بغطاء طنجره لمده 5 دقائق على نار متوسطه. مثل ما لكم شايفين طلعت شلون ما شاء الله، تشربت من بعض البعض وتنكهت وتسبكت، وزيت الزيتون طلعت ريحته وارتفعت في أرجاء المطبخ. ما شاء الله وصفة، صحيح وصفة نباتية، ولكن تعتبر أنا بالنسبة لي من ألذ الوصفات النباتية. راح نقلب الطماطم على الطرف الآخر، وبحال بتحبوا الطماطم مطبوخة أكثر من هذا الحد أمر اختياري عايد إلكم. وكنتيجة نهائية بعتقد الوصفة عم تحكي عن نفسها، قليت البندورة المسبكة بزيت الزيتون والمطعمة بالكزبر والثوم والفليفلة الخضراء والحمراء بكل شقيها. المطلوب الشير والكومنت واللايك حتى نستمر ونوفيكم بكل ما هو جديد ان شاء الله. قررنا من تحضيرها ما طولت 10 دقائق، شايفين كيف تسبكت بزيت الزيتون وطعمة الثوم والطماطم، بتحضروها نفس الطريقة وبتصلح للفطور والغداء والعشاء. حياكم الله. كان معكم الشيف محمود درويش من المطبخ خرافي، والى وصفة مقبلة.